كان احساسك ايه؟ كنت زعلان طبعا. انا روحت المنتخب من يوم ما المنتخب اللون بيتعمل، من اول معسكر، اول معسكر اتعمل خالص كان في السعوديه، كنت انا المفروض رايح، بس كان عندنا ماتش ودي في مع النادي الاهلي، كان كابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ، فقالوا لي لا ما تروحش وخليك معانا عشان عندنا ماتش، كنا بنلعب الفجيره، الفجيره في الامارات. فالمعسكر ده الوحيد اللي ما رحتوش، بس انا كنت موجود يعني. بعدها بقى كل المعسكرات رحت ولعبت كل المعسكر، يعني كل الماتشات انا لعبها لحد قبل البطوله مثلا بمعسكرين ثلاثه، ما بداتش العب بقى ايه، شويه انزل شويه ما انزلش، بس الحمد لله شاركت يعني. وجت بقى في الاولمبياد كابتن شوقي طبعا اختار الناس اللي راحت اللعبه كلها، احنا كلنا واحد، وكابتن شوقي طبعا كان له كل الاحترام، هو جهازه الفني راجل محترم وكان بيعاملنا كاب لينا، كنا عيله في المنتخب. هو دايما كان يقول لنا انتوا مش جايين فرقه، لا احنا عيله مع بعض، كلنا نسال على بعض، نحب بعض، وده اللي خلانا عملنا حاجه كويسه في بطوله افريقيا اللي كانت هنا في مصر. كلنا عارفين المدربين يعني هم الاساس، بيأثروا جدا على لعيبه الكوره نفسيا وبدنيا وكل حاجه. في مدرب اثر فيك بشكل شخصي او حسيت ان هو عمل لك نقله في حياتك؟ انا النقله كانت في حياتي لما اتنقلت من الكهرباء للنادي الاهلي، كنا في ساعتها في درجه تانية، ومره واحده في يوم وليله بقت في النادي الاهلي اللي هو احسن نادي في ساعتها افريقيا. احساسك ايه ومين قال لك الخبر؟ ما انا مش خبر، انا كان عندي ماتش ودي في الكهرباء، كنا بنلعب اتحاد الشرطه في العباسيه، بعد الماتش خلصت كابتن حمدي ابو راضي قال لك على طول؟ لا خدني، جينا رحنا نادي الاهلي تيتش، خلصت تاني يوم بقيت في تمرين الصبح، فاللي هو انا اصلا انا بعمل ايه هنا يعني في الطريق؟ ما قالكش مثلا؟ لا انا اصلا راكب في العربيه، انا ما اعرفش، ما كنتش لسه اي حاجه. لا ما كنتش لسه مثلا انا يعني الكلام ده في 2018، كنت 19 سنه او 18 سنه، مش عارف اصلا رايح فين جاي منين. بس اول ما جيت قدام النادي الاهلي اذا انا بعمل ايه هنا، دخلت بقى الاوضه القديمه، بس اكيد اول ما دخلت يعني على الباب خلاص فهمت. ايوه انا فهمت، بس انت برضه من الذهول مش مستوعب. أيوة. لسه دخلت طبعا جوه الاوضه القديمه وشفت صور اللعيبه والاماكن الغرف فيها كل حاجه. وتاني يوم بقى ايه، بقيت موجود في التمرين. كان ساعتها بقى احساسك ايه لما خلاص بقيت معاهم؟ كان في رهبه طبعا وخوف، لسه مسؤوليه كبيره وانا لسه مش واخد على الكلام ده، ما اتحطتش موقف زي ده قبل كده، فده برضو خد مني فتره ان انا اتاقلم شويه، بعد كده الدنيا مشيت يعني الحمد لله. طب لو هسالك دلوقتي ايه افضل انجاز في حياتك لحد دلوقتي شايفه حصل؟ افضل انجاز ليا على المستوى الشخصي لسه في حاجات كتير ما حققتهاش، بس انا مثلا الانجاز اللي انا فرحان بيه جدا، هسالك عليها دي بس اهم انجاز، بطوله افريقيا اللي احنا اخدناها مع المنتخب الاولمبي. ايه الحاجات اللي نفسك تحققها وما حققتهاش؟ لا في حاجات كتير جدا طبعا. لا هتقول لنا بقى ايه نفسك في ايه وعايز تحقق ايه وايه البلانز اللي جايه، كل ده هيتقال. هو في حاجات كتير والله، بس انا واخدها خطوه خطوه يعني الحمد لله. مش شرط في الكوره على فكره يا كابتن، يعني ممكن نتكلم بره الكوره في بزنس معين. الحمد لله حياتي كلها في الكوره يعني، كل أيوه. حاجه مرتبطه بالكوره. انت دلوقتي قلت على المستوى الشخصي عايز احقق حاجات. لا ما مستوى شخصي كلي، انا كلاعب كوره عايز احقق ايه؟ عايز ربنا يكرم ان شاء الله انا طموحي الفتره الجايه ان انا اكون موجود النادي، الجونه يبقى في حته كويسه، العب باستمرار، ان شاء الله انضم للمنتخب الاول. كل دي حاجات يعني ان شاء الله تيجي واحده واحده. طب ايه القرار اللي لو رجع بيك الوقت تاني هتعمله وايه اللي مش هتعمله؟ القرار اللي خدته، لا في حاجه هاخد كل حاجه زي ما هي كده، زي ما ربنا كاتبها الحمد كل لله. حاجة كل حاجه لو كده تحصل، مفيش اي قرار ندمت عليه خالص؟ قرار لا مفيش حاجه الحمد لله، يعني ربنا كان معايا في كل قراراتي والحمد لله قراراتي كلها كويسه. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل طبعا مع حضراتكم مره ثانيه.